السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا حبايب، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو عبارة عن الايفنت الجديد اللي دوبه نازل اللي اسمه فانتوم فلو. حنستعرض مع بعض ان شاء الله ايش الاستراتيجيات وكيف يبدأ وايش ممكن نعمل في الايفنت. ما حطيل عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول. ما اطيل عليكم، اسيبكم مع المقطع، انجوي. ونخش كده على طول في المقطع. طبعا انا الايفنت للامانه ما استكشفته ولا بديت فيه ولا حتى شفت عنه مراجعات، بس اللي اعرفه انه انت حتتضارب مع وحوش في منطقه معينه، تمام. طبعا كالعاده في وصف للايفنت بيقول لك انه الصلاحيات انه انت لازم تكون مخلص مهمه اسمها ريتو سكيب بلان، وغالبا هذه مهمه موجوده في الانيزوما، تمام. حنكبس على الاوبشن اللي هو جو تو كويست، نحدد عليها، اشوف فين حيوديني هذا. اوكي حيوديني هناك، اوبا يحتاج انه نسافر. طيب مو مشكله، بسيطه، نروح هنا وبالقارب حنمشي على الايفنت. بالنسبه للناس اللي عندهم اياكا فما اعتقد انهم يعانوا في موضوع السفر عبر المحيطات والبحار، لانه بهذه الطريقه يقدر يستمتع يعني وهو ماشي، ما يحتاج انك انت تروح القارب ولا، بس يبغالك تركز بس شويه على موضوع الاستمنة يعني عشان ما تغرق وتعيد كل حاجه من البدايه. فحنروح نحن نشوف الوضع كيف. طيب هذا هو الحدث قدامنا موجود. طيب حنكلم الاخ اللطيف اللي فوق ونشوف ايش يبغى. طيب حنسوي سكيب لكلامه. مظبوط، انت احسن واحد في العالم، مظبوط الكلام كله مظبوط، يا رب يخلص. بعدين هو عجوز يعني، والله العجائز هذول يتكلموا ما يسكت. يب شفت الشيء اللطيف. طيب اوكي، حنا فتح لي اول شيء الريورد بريفيو، نشوف الريوردز. اعتقد هذه مقسم الايام، اي أيوة والله مظبوط. هذا اليوم الخامس حتفتح اللي هي الشابترات، اليوم الثالث، اليوم الثاني، اليوم الاول. نحن في اليوم الصفر لانه بعد كم 15 ساعه حيفتح اليوم الاول. طيب حنشوف جو تو تشالنج. اوكي كويس، يعني انت الان يصير تقدر يعني تنتقل للايفنت بشكل مباشر، ما يحتاج تسبح وتسوي الحركات الفنيه حقت اياكا وتروح بالقارب، فمباشره حتقدر تروح عليه. طيب نشوف، نجرب نكبس. فتح لي هنا قائمه، اعتقد هذه بالايام الخامسه والرابعه والثالثه، تمام. هذه على حسب الايام الوحوش موجوده، يعني الان الوحش هذا الاول في اليوم بعد 15 ساعة، بعد يوم، بعد يومين. ايش هذه الحاجات؟ كومبليت اكستريم شودن ديفيكولتي تو انلوك. اوكي يعني في هنا عندي قسمين، هذا اول حاجة، في عندي قسمين هنا. القسم الاول اللي هو الشودن، طيب في له نورمال وهارد واكستريم. طبعا النورمال المتوسط يعني الصعوبة حقت الايفنت حتكون متوسطة، والهارد باين انها صعبة، والاكستريم هو هذا الخارق للطبيعة، تمام. فحنشوف دحين، نحن حنجرب طبعا بالنورمال. هذا طبعا قلت لكم ما يفتح الا اذا انت مخلص الاكستريم من الشودن، تمام. فحنروح نجرب نورمال، بس المشكله دقيقه شوف مونستر ليست. طبعا هنا الاستفهام هذا يبين لك طبيعه الوحوش اللي انت حتتضارب معها، هذه النوعيات من الوحوش. طيب سيلكت ديفيكولتي، طب ايش يعني انا لو مثلا كبست زي كذا كبست نورمال ايش الفرق يعني؟ طب حجرب نورمال انا، وحجرب كمان نورمال، نجرب الوضع كيف حيكون. ليفل 60 ليفل الوحوش، حنشوف بس الحكايه كيف ليفلهم 60. يمكن هذا لانه بس في النورمال. طبعا كل ما اقتل احد تزداد عندي التايمنج، شايفين التايمنج اللي فوق يزيد عندي التايمنج، تمام. شكرا يا ديلوك. بقي لي تقريبا كم، 15، المفروض كذا انا اخلص الحين. ايوه مضبوط، حلو. ديفيت اوكي، هنا طبعا في زي الانجازات انك انت تقتل 15 واحد خلال 300 ثانية، والتايم شكرا لانهم شالوا الرسالة. طب حشوف انا دحين ريورد بريفيو. في النورمال هو احسن شيء موجود صراحة، انه يعطيك البريموجيمز في النورمال ديفيكولتي، وهذا شيء مرة جميل عشان الناس يعني لو حابه انها ما او صعب عليها الايفنت انها تعمله بالهارد، فخلاص النورمال هو اللي يهمها، تمام. النورمال كان مره ايزي. حنشوف الهارد، شوف الوحوش نفسها نفس الحكايه، اصلا هنا محطوط صح على النورمال، نحن خلصنا نجرب الهارد. وطبعا هنا حطلي عشان انا اكمل الانجازات
الصح اللي اول راح اختفى علينا وما قرينا بيقول لك اهزم 15 وحش بخلال 300 ثانيه. وبالنسبه للشيء الثاني تايم بتوين كيلز كانوت اكس، يعني انه انت ما تتجاوز انك تقتل احد بين احد واحد 25 ثانيه، ما تمر 25 ثانيه. نو مور ذن تو كاركتر، ما تموت عليك اكثر من شخصيتين عشان انت تكمل الانجازات كامله. تمام، بس خلينا نغير التغيير بسيط بالشخصيات عشان نشوف الوضع كيف بيكون. فشل على سبيل المثال هتكون احسن من مونا. طيب فحبدا انا دحين بالنورمال اوكي، وححط هارد هنا اوكي. زاد ليفل الوحوش 5، هو بطالب اني انه انا اقتل 20 واحد اوكي. اوكي دحين انا كم قتلت هنا؟ قتلت 7 من 20. لسه باقي لي شويه كمان، باقي لي 9. طبعا هذا اليوم الاول بالايفنت، اعتقد الاستريم حيكون شويه يزعل. اوكي خلص الايفنت، اوكي خلصنا احنا دحين وجبنا الاتشيفمنت او الانجازات كامله، انه ما يبغى احد من الشخصيات دي تموت، وبين قتله وقتله ما تمر 25 ثانيه، وانه اقتل 20 واحد خلال 240 ثانيه. شوف الريورد. تمام، بقي لي الاكستريم ديفيكولتي. اوكي تصدقوا من جوا هي نفسها، يعني سواء هنا ولا هنا نفسها، انا كان على بالي تختلف، ما نعرف ايش بهم ليش مكرريره. طيب فخلاص انا الان حختار الاكستريم، والله يستر حيكون ليفلهم 70، المفترض يكون ليفلهم 70، بس بجرب حاجه. نقدر نستخدم الفوت في ال، ايوه تقدر تستخدم الفوت يساعدكم في الكومبات بشكل جميل. طيب وحستخدم الكرايو دامج لانه اكستريم، يعني واضح انه حيكون مزعج. يب ليفل الوحوش 70 زي ما قلت لكم، واعتقد ليفل الوحوش على نفس ليفل العالم حقك، والله اعلم، اعتقد انا حاجه زي كذا. لكن شايفين التايمينج كيف قاعد ينقص. طيب لا مو وقتك تنح يا اياكا، يا الله ممتاز. بقي لي الان 15 بالضبط، ايوه نجمعهم هنا كذا بالشكل الجميل هذا وانطلقوا. ممتاز بسيط، يعني انا المفروض مع انه انا شخصياتي مو مره مهتم فيهم كثير، بس قاعد اسوي شغل ممتاز بالايفنت، فما اعتقد انه حيشكل اي ازعاج يعني للبقيه. بس هو اهم شيء انك انت تحاول تجيب الانجازات كامله، هو هذا الوضع، لانه هو عليها تايمينج. نشوف بقي واحد بس، نشوف اخذت الانجازات كامله ولا لا. يس اخذتها كلها كامله باقل من 180 ثانيه، لازم انت تخلص الستيج هذا او المرحله هذه. اوكي اكزيت، نشوف دحين ايش حيحط لنا ريورد. اوكي تمام، كومبليت تشالنجر ديفيكولتي. انا ماني عارف ايش هو التشالنجر ديفيكولتي، بس حنشوف. اها هذا هو التشالنجر ديفيكولتي الظاهر، هذا حيكون يب لما انا خلصت الشودن. تمام، القسم اللي هو الخاص، القسم اللي على اليسار هذا، لما تخلصه انت بالاكستريم حيفتح لك القسم الثاني اللي هو التشالنجر اسمه. تمام، هذا ايش حكايته؟ حكايته انك انت، الله يستر، حكايته انك انت، الله يستر. نجرب. اوكي اوكي ليفل 95، خلاص لين هنا ينتهي نهايه المقطع يا جماعه، وحنشوفكم ان شاء الله في مقطع جاي. يعطيكم العافيه على الاشتراك وعلى هذا، ولا تنسوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.